إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف أقوم بشرح طريقة إضافة موقع إلى جوجل كونسول. إذن كما ترون سوف نقوم بالبحث عن جوجل كونسول سيت ويب. ثم نقوم بالدخول إلى سيرش كونسول كما ترون هنا. ثم نقوم بعمل الدخول Start Now. كما ترون فأنا قد قمت بالدخول إلى الأكاونت الخاص بي كما ترون هنا. يجب أن يكون لديك إيميل من أجل إضافة الموقع. هنا طريقتان لإضافة الموقع، سوف أقوم باختيار هذه الطريقة هنا، ثم سوف نقوم بنسخ الموقع، ثم نسخ هنا، ثم ضغط continue وننتظر. الآن فهو يعطينا الطريقة للتحقق من ملكية الموقع. كما ترون هنا هذه الطريقة، هنا تقوم بعمل أو بتحميل هذا الملف ثم وضعه في الاستضافة الخاصة بالموقع، وهنا هذه الHTML tag والتي يمكنك وضعها في الموقع الخاص بك. مثلا يقول بأن يجب علينا أن نقوم بعمل نسخ لهذا الكود كوبي، ثم وضعه بين الهيدر والبودي. أنا بما أن لدي مدونة بلوجر سوف أقوم بنسخ هذا الكود، ثم الذهاب إلى بلوجر تيمز، ثم اختيار HTML. كما ترون فهذا هو الهيدر، يبتدئ من هنا وينتهي حتى وهذا البودي. دونك سوف أضعه ما بين هذه الخانتين. دونك سوف أقوم بوضعه هنا مثلا، هنا سوف أقوم بعمل نسخ هنا، وسوف أقوم بوضع كومنتر تعليق. التعليق سوف نقوم ب جوجل سيرش كونسول. مثلا كود إذن بعد وضع الكود هنا، ثم وضعنا له تعليق كود جوجل سيرش كونسول، نقوم بعمل حفظ. والآن سوف نعود إلى جوجل هنا، ثم سوف نقوم بعمل verify. دونك سوف نقوم بالتحقق. إذن كما ترون فالverification هي صحيحة. دونك سوف نقوم بالذهاب go to property start. الآن ما عليك سوى الانتظار 24 ساعة حتى يتم تحميل المعلومات الخاصة بالموقع، الزيارات وما إلى غير ذلك. إذن هذا كل ما لدينا، وإلى درس آخر إن شاء الله سوف نقوم بإضافة سيت ماب وإلى إضافة بعض الخصائص الأخرى إن شاء الله.